طيب مسألة أخرى شيخنا، إذا قلنا أنه لا يجوز أن يقيد حقه في الطلاق بموافقة القاضي، هل يجوز أن يلزم عندما يطلق بضمان أو تعويض، فيكون في القانون مثلا أنه إذا أردت أن تطلق من حقك لكن لابد أن تدفع تعويضا للمرأة؟ نعم، هذا التعويض هو المتعة، لكن لا تكون إلا عند نهاية النكاح. فإذا كان من المحتمل أن يرجع فيشجعه الشرع على الرجوع. لا، لكن يلزم بأن يكون هناك ضمان. هو في خلاف هل هو واجب أم لا؟ لا، لأن الله قال حقا على المتقين وقال حقا على المحسنين، فذكر متعة النساء، فقال حقا على المحسنين وقال في الآية الأخرى حقا على المتقين. لكن هذا متاع بالمعروف حقا، لكن هذا المتاع هو مال عوض؟ إيه هو مال، أو مجرد لا هو مال معاملة حسنة؟ لا لا لا، هو مال يقدمه لها، لكن بما أنه لم يحدد قدره فقيل من الأفضل أن يكون بمثابة نصف الصداق إذا كان الصداق معلوما. نصف الصداق كثير هذا. نعم، إذا كان نصف الصداق معلوما، لأنه إذا طلقها قبل المسيس رده تشطر الصداق، لزم لها نصف الصداق وأعيد إليه نصفه إذا كان قد أعطاها إياه. وقيل بل هو على الرجوع إلى المروءات، أنه قال حقا على المحسنين، فبحسب مروءته وبحسب طوله هو ما يملكه بحسب الحال.